حجيت قبل سنتين، وعندما رميت جمرة العقبة رميتها من الجانب الآخر الذي علمت فيما بعد أنه لا يرمى منه، وأنا لا أعرف هل وقع الحصى في الحوض أم لا، لأن الحوض غير واضح لكثرة الحصى، فهل علي شيء الآن؟ الواجب في رمي الجمرات جمرة العقبة وغيرها من الجمرات، الواجب أن يقع الحصى في الحوض من أي جهة رميتها، وليس لجمرة العقبة جهة مخصصة على الصحيح، بل كل الجهات ولا سيما بعد إزالة الجبل كل الجهات يرمى منها، ولكن بشرط أن يقع الحصى في الحوض، فما دام أن الحصى وقع في الحوض فالرمي صحيح من أي جهة كانت والحمد لله. أما إذا لم يقع الحصى في الحوض فإن هذا الرمي لا يجزي. نعم.